احنا اذا قلنا بس انا للزمالك، عاوز اكد ما انا انه هخش مش ده، هسالك على شيكابالا، شيكابالا هسالك دلوقتي ازمته بس ما اديني وقفش فرصه، مع اللعيبه. هسالك شيكابالا كان ليه دور لا يخفى على احد، المقربين حتى شايفينه. تمام. حلو كده. طيب من ضمن تراجع الزمالك ان دور شيكابالا غاب اخر 5 6 ماتشات، اكيد شيكابالا طبعا، انت لما بتبقى في قائد، لم لان احنا الفرقه دايما حتى احنا كنا بنقول ما يميز الزمالك انه في قائد، في اكتر من قائد وفي لعيب، ان هو مظبوط. في نجم بالناس وكنا بتلم بنقول حاجه. الاهلي مش موجود فيه ده السنه اللي كنا فاتت. بنقول شيكابالا موجود، زيزو حتى، امام عاشور رغم سن زيزو، لكن في قائد وفي ناس بتلتف حواليه، في رمز موجود، فشيكابالا كان موجود رمز. كانت اللعيبه في نادي الزمالك شيكابالا كان عندهم حاجه كبيره جدا السنه دي، مع وجود المشرف على الكوره، مع دخول الكابتن طب السنه اللي فاتت اسماعيل. كان موجود برضه ما مش انا على بقول لك، الكوره يبقى ليه؟ اسمع بس اللي حصل يعني مش السنه دي، فاهم، ما على كان موجود مش كان الازمات موجود. ما كانتش ظهرت زي السنه دي. فشيكابالا السنه دي بيحصل كل يوم ازمه، شيكابالا الناس مثلا فتوح، فين شيكابالا؟ ما وقفش معانا. ففي بدات اللعيبه شيكابالا تحس انه شيكابالا بعيد عنهم، شيكابالا ما بقيش اللي هو اللي كان شيكابالا اللي بيقعد معاهم وبيحتويهم ويحتوي ازماتهم ويحتوي يتحل معاهم مشاكلهم اكتر يعني من اقصد هل ازمه. هو في اتجرح ازمات، زي ما بيقول كابتن احمد لما الراجل ما لعبوش وقفوا، فالراجل قام باعد شيكابالا لا، بعد. في ازمات داخل غرفه خلع الملابس معاه من اللعيبه، ما بقتش متقبله الدور كان بيقوم بشيكابالا، فهو ده اللي خلاه بعد. لا مفيش الكلام ده. هو كان في ايه دوره مع فتوح؟ كان في ايه؟ ايه دوره كان مع فتوح؟ هو في مثلا ايه زي كده، دوره ما مع انا بقول لك فتوح؟ اللعيبه دي اللي اتكلمت، اللي هو مع رئيس وجوده اللي زي كده فتوح، عملت مع ده. رجل هديك النادي حاجه اخرى، ولا اي حد فتوح يعرف في يجيب لي ازمه، والده. لا في كذا فتوح ازمه، ازمته لو جبت والده لا في كذا شخصيا ازمه. قلت له خرجه انا دلوقتي بس من اللي هو فيه مش هيعرف، هيحتاج انا مش عاوز هيعمل اتكلم، ايه لفتوح؟ اسمع بس، لا انا بقول لك هيحتاج اللعيبه، ما انا هو ضد بيتكلم الناس، مع فتوح وبيتكلم عن اللي هو ازمه لعيبه في، فتوح انا مش عاوز بالذات بس اتكلم محتاجه على وقت. لعيبه، لا في اكتر من لعيبه اشتكت ان هو انا شيكابالا بتكلم عن مش هو المشاكل ده اللي العاديه، موجود، يعني مثلا مش هو شيكابالا شيكابالا الكلام اللي كان ده. موجود، لا انا شيكابالا بتكلم على موجود المشاكل العاديه، والله ما بمعنى في ايه؟ الكلام ده، والله ما في الكلام ده. طب انا بقول لك والله موجود، وانا انا بقول لك بتكلم والله على ما فيش المشاكل الكلام ده. الطبيعيه في اي فريق اللي هو ايه مثلا ايه؟ 2 لعيبه بينهم صدام، فهو كان يلم الموضوع بسرعه، لعيب مستحقاته متاخره فين فكان يروح يتكلم على يا فندم؟ الاداره، لما إيه لعيب اداره نادي مثلا ما الزمالك بيلعبش كل يوم اساسي بتقول مع المدير في الفني ازمه، فيروح يلمه هو شيكابالا طب ما بسرعه؟ ابتعد ليه كان شيكابالا؟ ليه فين؟ كان الادوار دي كانت بتفرق في اوضه فين اللبس، ده دلوقتي؟ اللي فين اقصده. شيكابالا ليه ما بيعملش كده؟ لكن مش مشكله فتوح، مشكله فتوح ولا يعني كان بديك مثل، ولا حد ما يقدر وقفش عليه. حد، لا وانتوا يا فتوح استاذ بالك لا شايف فتوح اللي انقسم، بيحصل في اوضه اللبس؟ لا في لعيبه مع بدات لما حصلت ازمه فتوح مين؟ دي، ما تقول لنا في اسماء. لعيبه طيب دخلت لا وانقسمت مع اوضه بعض. اللبس الاداره اللي قالت ان في ازمه، مش احنا اللي بنقول، ايوه مش قالت ان في قالت انه اللعيبه احزاب منقسم وان واحزاب في وده كل القدام حاجه. والجداد والاجانب لا وهنفتت هو الاحزاب، ده مش ده الكلام ده اتقال؟ ده رئيس النادي اللي قال ده ويخسر مع عاشور وخناقه مع زيزو، ده بيغسل ايده، ده اخر حاجه انا قال حاجه لك عاشور، ما اقصدش ده قال يعني. لك عاشور مشي عشان ازمته في غرفه خلع الملابس مع زيزو. هو انت مصدق يعني؟ لا كان في ازمات، ما هو تنكرش انت برضه في مصدق؟ ازمات. لا هو في انت ازمات مصدق؟ بس في لا ازمات، هو اتقال ان هو فتوح، قال ان بالك قال ان لا قال ان امام اتقال ان امام مشي. ده سؤال تساله، ده بليغ من 10 دقايق قايل انه مش صح يا فندم. انا بقول لك لا، هو انت مصدق؟ عشان بقول لك يا لحظه، يعني مفيش ازمات بين اللعيبه في غرفه خلع الملابس كابتن احمد؟ لا مفيش ازمات، مفيش لعيبه اللي هي دي لعيبه بتحصل. نادي لا هي اللي هي مفيش، بتحصل في اي مفيش فلوس. احزاب في لا داخل في مفيش داخل الكلام نادي ده. الزمالك احمد عيد احزاب؟ يقصد، عارف لا ايه يا بليغ؟ عارف احمد عيد يقصد ايه؟ ان هي مش بالحجم اللي الناس شايفاه، يعني مش بالحجم، يعني الازمات الطبيعيه، لعيب ما بيلعبش في مقموص، ايه لعيب ده طبيعي اللي هو الطبيعي، الفرقه خسرانه لازم يبقى المود مش كده. هو انا النهارده لما يجي انا هديك مش مثلا، ازمات اللي هو ايه يعني الناس حاسه بايه؟ عارف من كتر الكلام الناس حاسه بايه؟ ان اللعيبه بتخش ده بيخش ما بيسلمش على يضربوا بعض، او ده ما يخبطوا بتاع بيسلمش على برجليه، مش الكلام الناس ده بتحسب خالص. كده كانه ده اللي بيحصل وهو مش كده. لا في غرفه خلع الملابس الفتره اللي فاتت كده، واقول لك حاجه النهارده، كده ايه تخيل يضربوا بعض؟ تخيل، لا مش يضربوا بعض، لا بس في كل اللعيبه، في كل شويه مجموعه في نادي الزمالك، في مجموعات دلوقتي في الفريق، طب في قول نادي لنا مجموعه في مجموعات، لا في مجموعات، المجموعه الاولى لا في مجموعات، كان في زيزو وكان في حتى يعني ده السيسي، ده اكتر واحد عمل مشاكل الفتره اللي فاتت في غرفه خلع الملابس، كان مع ده السيسي ده اللعيبه احسن واحد، ودخل اكتر واحد عمل مشاكل واتكلم معاهم في الـ في الـ في, الـ في غرفه خلع الملابس، وصل الكابتن هتلقى عمرو كلام السيسي كتير. يعني عامل مشاكل، عامل يعني مشاكل، وعمر في مشاكل ايه؟ ده بيلعب اساسي يا فندم، في دخل ده اللعيب الوحيد اللي احمد عيد مخنوق اللي بيلعب اساسي عمرو السيسي. بقول لك ايه، اكتر بيقول واحد، لي بيقول اكتر لي واحد دخل في مشاكل في مع اكتر لاعب دخل في مشاكل مع مدير الكوره، وقال له زي ما بيحصل معاك انت مدير بيحصل الكوره معانا، كابتن اسف مع المشرف على الكوره، زي ما بيحصل عمرو معاك السيسي بيحصل معانا، كان عمرو السيسي فترات طويله. مشاكل في ايه؟ ده بيلعب. ما انا بقول لك اهو، طب افرض، طب هو عامل انا بقول لك مشاكل ليه؟ في انا داخل مصدقت اللعيبه، انه عامل مشاكل بس مبرره انا ايه؟ يا فندم بقول لك على اللي بيحصل في غرفه، اصل في حاجات كتيره الواحد ما انت لو اتكلم بتقول في فيها مشاكل، ما انت يعني قلتش مشكله مش واحده يا انا استاذ بقول لك بليغ. في حاجات لو اتكلمنا فيها طب ما تتكلم يعني، عشان الناس لا تفهم. انا لا ما هو لا الكلام دلوقتي مش واضح لا غامض. يا فندم انا بقول لك في انقسامات داخل غرفه خلع الملابس في نادي الزمالك، في احزاب بين اللعيبه وفي انت لعيبه قلت مش راضيه عن زيزو، بعض، انت قلت موجوده زيزو موجوده حاجه،
موجوده مش هتكلم فيها اكتر من كده. مش عايز يرد، انا عايز اتكلم في حته ثانيه. مش عايز يرد النهارده لما يجي، وانا مش هتكلم برضه في لعيبه وفي لعيبه برضه زي ما بتبقى امنك على كلام وفي بيحصل حاجه فما ينفعش تقوله، فانت بتقول في العموميات. لكن انا اقعد معاك واتكلم في اللعيبه مخبى علينا مش بتاعت شيكابالا واسو. انا اللي قلتها له، طب انا اللي قلتها له يعني، ما بقدرش اعترف. لا ما انا قلت هو النهارده يا كابتن، لما انا قلت لك قلت لي اه هي دي استاذ محمد. طيب النهارده لما يجي مدير وعايز يقول لك نفس المفهوم. طب انا هقول لك حاجه، هو بعض اللعيبه بتقول له حاجات هو مش حابب يعني يوضحها. طب انا بص، انا ليا اصحاب كتير في الفرقه، يعني في فرقه نادي الزمالك ليا اصحاب فيهم كتير، ممكن بعض منهم بيزعل من الكلام اللي انا بقوله هنا او الكلام اللي انا بقوله في العموم على الفرقه وعلى النادي. وطبعا يعني الحاجات ديت يعني انا اللي شايفينه بنقوله، لكن حته الازمات والناس مضخمه الموضوع دوت ما فيش، هي كل الموضوع في النتائج. على فكره السنه اللي فاتت كان في مشاكل اكتر من كده يا راجل، اقسم بالله كان في مشاكل اكتر من كده. لا ما كانش في مشاكل السنه اللي فاتت، والله العظيم كان والله العظيم كان في مشاكل. طب ايه قول المشاكل؟ بنفس المنطق اللي انت طلبته مني، قول المشاكل. مش عارف قول المشاكل، ما كانش في مشاكل على حاجه. الناس مأمننا على حاجه ما ينفعش اقولها. هو دي كانت حلوه جدا يا وحش. قول لي ايه المشاكل كانت السنه اللي فاتت. طب انا هسالك، ده انا فرويد على فكره، انا هسالك سؤال. هسالك سؤال بس، هو النهارده لما لعيبه نادي الزمالك يطلع مدير الفني، هو في اكتر من مشاكل بتاع طارق حامد وابو جبل والناس اللي مشيت اما يطلع وسيسي. بس لحظه بس، النهارده لما يطلع المدير الفني او المدرب او ايا كان الله اعلم اسمه ايه النهارده كان يطلع يقول لك انا ما عنديش لعيبه تنفع تلعب في افريقيا النهارده، انت وديتني المكان تاني. بس هتكون ايه النهارده؟ لا بس في نقطه، بس بعد اذنك، بعد اذنك يا بليغ، بعد اذنك يا كابتن احمد استاذ بليغ، في بعض الاحيان برضو في تصريحات احنا بنقعد نقول ان هي لاستنفار كولر خرج في مؤتمر صحفي من شهر قال ما عنديش مهاجمين مثلا، تمام. صح ولا غلط؟ صح. وفجاه اتحول الموضوع، التصريح ده كان سبب في ان محمد شريف رجع وكهربا بقى كويس وانه في لعيبه رجعت. هو محمد شريف الراجل تالق مستوى ظهر في ماتش، لكن ما كانش لا ما كانش لا لا يعني احنا يعني اقصد ان هذه التصريحات ربما تصدر، يعني ممكن تصدر خلاص. مش هنقول بقى هي مش هنقول هو ده التصريح اللي هلك اللي احنا فينا كله. لا هو ما هو ما هلكش ولا هيهلك. بس هو توقيته انا معاك، تصريح سلبي في اوقات وحشه. كولر قال امتى وهو بيكسب؟ كولر قال وهو بيكسب وانا ما عنديش، او على الاقل كان اول دوري او كانت الدنيا ماشيه كويسه بالنسبه له. لكن انت عندك النهارده التصريح الصراحه، وانا هقول لك هيتقال ايه وايه اللي هيتقال في اوضه اللبس من كابتن اسامه للعيبه. ايه بقى؟ ان الموضوع انا بقول كده عشان نضغط على اتحاد الكوره، عشان نضغط ان اللعيبه ما هو ما هو بقى التصريحات، ما هو بقى التصريح ده دوره، ما هو ده بقى التصريح ده دوره. ما انا بكلمك، ما هو التصريح اتقال، ما انا اقول لك وده بقى التصريح. ما انا بكلمك، ما هو ممكن يكون الكابتن اسامه اتفق مع الاداره على الحاجات دي. طب ما هو ده كلام، ما طبعا انا بقول لك ده كلام الاداره، ده كلام الاداره وكلام كابتن اسماعيل وكلام كابتن اسامه. ده بقول لك كان سكريبت متوزع، كابتن اسامه نبيه. طيب نفس ده كابتن اسماعيل يوسف نفسه، ده هيتقال للعيبه احنا بنضغط، بنقول كده بنضغط وبتاع عشان موضوع اللعيبه تتعين. ما هو انت اللعيبه النهارده محتاجين، انا اسف يعني، تبرير وتتدلعهم النهارده. وكان في النهارده اللعيبه الجمهور كان دمه محروق. طب انا دلوقتي عشان بقي لي الوقت بيجري، واللعيبه النهارده انا عاوز اسال بس النهارده لحد لما بس ده انا الحته دي عاوز اقولها ضروري يا استاذ محمد. النهارده لما يجي النهارده عندنا ملحمه في المغرب عايزين نتكلم عنها. طب ما انا هتكلم في دي. انت جاي من غير العربيه اخر معايا هيروح عامل حساب ان هو هيروحنا النهارده. انا بقول للكابتن احمد كله كلامه النهارده كله كلامه صح، بس عاوز اتكلم في حاجه فكرته بموضوع بالنسبه لموضوع المغرب النهارده. لما يجي النهارده كان يتقال من الزمالك هو في لعيب جاي على سافيو جاي بمليون و200 الف وقاعد بيتفرج من بره او مش موجود في مصر. طب انا النهارده بنفس المنطق بسال، في لعيب اسمه سامسون جاي بمليون و200 قاعد بيعمل ايه على دكه البودره دي؟ ما في حاجات ما هو انا ما بقتش اقف قدامك بصراحه. ما انا بقول لك سامسون زكريا الوردي وفي لعيبه كتير ما انا دايما هو بعيد لا يعني في الاخر يعني في لعيبه ده غلط وده غلط. لو ما احتجتوش يعني هقول لك على حاجه، بس هقول لك على حاجه برضه. هو التصريح مش محله لان انت عندك نفس الشبه، ما نطلعش منك انت يعني، سيبنا احنا نقوله يعني سيبنا احنا كناس محللين او ناس نقاد نقول ان سافيو دافع فيه فلوس كتير وما تستفدش منه، ده حقيقه. ازاي ما سمعتش التصريح النهارده ده؟ مين اللي قال التصريح ده؟ امير مرتضى قاله من كام يوم وهو بيتكلم على القيد فلمح لديه. انا بقول النهارده بس انا عايز اقول ايه، سافيو مليون و200 استفاد منه ايه الزمالك؟ اقصد ايه سافيو؟ لا سامسون. سامسون استفاد منه ايه الزمالك؟ انت ما انت عشان انت عندك نفس الكيس ما ينفعش تقوله. احنا ممكن نقوله في الاستوديو، احنا نقول ازاي سافيو اللي بيلعب كاس عالم وانا مش مأيده حتى
مش بلعبه. ده انت لو قاعد على الدكه هتنتقد. طبعا. فما بالك هو مش متقاد اصلا. سافيو وسامسون كلها هتنتقد. انت من يومين قلت هيرجع ويكسر الدنيا وبتاع. لا انا قلت التصريح ده له حلين او له نتيجتين. اما ان هو يخليه ياخده بالجانب الايجابي كسافيو ويشتغل ان هو يرجع تاني المستوى عشان يجبر الراجل انه يلعب. فين مستواه اصلا؟ لا انا بقول الفتره، انا بتكلم على الفتره اللي جايه ان تصريح كولر ليه نتيجتين. اما ان سافيو ياخده بشكل ايجابي ويستنفره ويشتغل عليه ويتمرن اكتر ويشتغل عشان يجبر الراجل انه يلعب، او يهد ويمشي نهايه الموسم هيشال لا يشوف له صرفه. يعني انا قلت كده، لكن يعني كلامي كان واضح. ما تقعدش تقولني كلام انت بالذات. انت بتسمع بس ايه؟ هو بتسمع حته انت وما بتكملش. لا ما خلي بالك بتوع السوشيال ميديا هم اللي بيدبسوك. لا ده في حاجات كتير بتتحط كمان على لساني مش صح. انما اخرهم امبارح عشان بس ليه ما خد بالك. دي ميزه وعيب. عارف الميزه في ايه؟ ان احنا البرنامج ليه مصداقيه عاليه الحمد لله. تمام. فبقى لما حاجه تقرن لبوكس بوكس الناس بتصدقها. تمام. ليه مصداقيه؟ لكن في فعلا حاجات انا بقراها بالناس تبعتها لي على الواتساب او على الفيسبوك يوريهاني الشباب. لا انا فعلا ما قلتش كده خالص خالص، حاجه من خيالي اللي كاتبها يعني. والناس تقعد تشير 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 وانا ما قلتش الكلام ده. انما المهم بليغ معاه حق، لان انت عندك نفس العيب. انت عندك سامسونج وزكريا الوردي وابراهيم نضاي، ودي مشكله. خلينا احنا اللي نقول، احنا في الاستوديوهات نقول صح كده ولا لا؟ سواء المحترفين هنا او الصفقات هنا والصفقات هنا هنا وهنا، مفيش صفقه اصلا لحد